على استاد ناصر الحصيمي، احتضن لقاء النصر والصليبيخات في منافسات كاس سمو ولي العهد في مباراة أدارها الحكم هاشم الرفاعي. بداية اللقاء يوسف النشيط كاد أن يسجل من رأسية والكرة بحضان محمد هادي. النصر يفتتح التسجيل بتسديدة تيسير الجاسم، لكن الفرحة لم تكتمل بإلغاء الهدف بداعي التسلل. النصر يعود من جديد ويسجل الهدف الأول برأسية طلال العجمي. أندرسون برأسية قوية كاد أن يسجل ثاني الأهداف وكرته على مرمى داود الخالدي، لينتهي الشوط الأول بتفوق العنابي بهدف نظيف. انطلاقة الشوط الثاني لم تكن بالمثالية بين الناديين، حيث استمر النصر في هذا الشوط في المحاولة للحفاظ على هدف الوحيد بالفترة الأولى. أما الصليبيخات فسعى بدون خطورة في الوصول إلى مرمى محمد هادي دون جدوى تذكر. الشوط انحصر في وسط الملعب مع توقفات عديدة حدثت أثرت على رتم اللقاء الذي أخيرا أنهاها البرازيلي أندرسون بتسجيله الهدف الثاني للفريق ليتأهل النصر إلى نصف النهائي. قدمنا مباراة جيدة مع نادي الصليبيخات. مباراة الكؤوس تعترف بالنتائج، احنا أخذنا النتيجة اليوم. نتمنى بحول الله إن شاء الله نواصل إلى النهائي. شنو طموحاتكم؟ والله أول خطوة، الخطوة القادمة إن شاء الله في نصف النهائي، إن احنا نعدي هذه المباراة نتأهل إلى النهائي إن شاء الله. مباراة يعني ما يقولون 1-0، أهم شيء إنك أنت تكسب المباراة بغض النظر عن الأداء، من كثر ما هو مطلوب منك اللي هو التأهل أو الفوز. والحمد لله اليوم تقدر نتأهل ونقول هذا كمان للصليبيخات. سالفة الساعة 4 لو شوي يركزون عليها، سالفة الاتحاد هذه نكون شاكر لهم، يعني اللاعبين يعطيهم العافية. أنا شفت قبل كم يوم لقاء مع أحد لاعبين نادي خيطان أخوي دغيم الرشيدي، قال نفس الموضوع. هذا هم بان علينا احنا الموضوع هذا، احنا ما نحط أن سبب خسارتنا اليوم، لا، السبب أنه في إجهاد على اللاعبين، تضيع فرص المدرب إن شاء الله أبو مرزوق محمد عبيد يحاول يتداركها. والحين انطوينا صفحة كأس العالم، نركز إن شاء الله في الدوري، أهم شيء إن شاء الله نصعد الدرجة الممتازة. النصر يقطع شوطا كبيرا في محاولة للفوز بلقب كأس سمو ولي العهد لأول مرة في تاريخه. بهدفين نظيفين النصر يعبر الصليبيخات، يواصل عروضه القوية ويصل إلى نصف نهائي كأس سمو ولي العهد. فهد الصلال لبرنامج الديربي.